استناكم انتم الاولياء والصغيرات زاده في مدينه العلوم. معنا بالتليفون مدام ساره السنوسي مؤطره علميه رئيسه. مرحبا يا صباح النور. عايشك صباح الخير، صباح الخير ناس الكل. يعيشك بارك الله فيك. دونك سارة فلكية نهار 14 ديسمبر 2019 في مدينة العلوم، نهار السبت بالتحديد، نحكي عليها، أعطينا أكثر تفاصيل عليها. اي بمناسبه العطله المدرسيه في مدينه العلوم، سهره فلكيه كما عاودت الناس الكل، باش تكون في بدايه العطله نتاع نهار السبت 14 ديسمبر وباش نبداوها ان شاء الله من 7 نتاع العشيه حتى لل 10 نتاع الليل. داكور. باش يكون في البرنامج، عندنا محاضرتين. عندنا المحاضره الاولى باش تكون حول الكوكبات النجميه وبالاخص كوكبات فصل الشتاء، بما ان احنا الفصل الشتاء باش تكون فيه سماء زاهيه بالنجوم ومن خلالها باش نتعرفوا على الكوكبات وكيفيه التعرف عليهم في السماء. ما عندك باش نعرفوا احنا كي نخضروا في السماء نلقاو الكوكبات نعرفوا اساميهم زاده تاريخ نحكيوا على تاريخ الكوكبات. تعرف اللي هما نجوم راهم مشكك كي نخضروا لهم، هما راهم مجموعات متكونين موجودين في مجموعات، هذاك هو اللي باش نحكيوا عليه. نحكيوا حتى القصص الخرافيه اللي استمتوها القدامى قبل من خلال الفرجة نتاعهم للسماء. وفي المحاضرة الثانية إن شاء الله باش يقدمها الدكتور أحمد الفاضل اللي هو مهندس فضاء بشركة بلجيكية وباحث بمجال الفضاء في الجامعة الكاثوليكية اللي هي في بلجيكا. وفي نفس الوقت مؤسس جمعية أجيوس اللي هي تعنى بمجال العلوم والتقنية. يعطي الصحة أحمد الفاضل، قاعد يخدم في خدمة كبيرة في القارة الإفريقية، باش يقدم لنا محاضرة اسمها ميسيون سبيسيال دو لا كونسيبسيون على ميزون أوف، معناتها المهمات الفضائية من التحضيرات حتى لإنجازها. دونك باش تكون تدا حلوة برشا، هذه ماذا بينا يحضروا لها الناس ويفهموا الميسيون سبيسيال كيفاش تصير. كيف كيف عندنا برشا حول برمجية ستيلاريوم، هي كيفية استعماله. ثم باش نشوفوا بالطبيعة هذيك ورشات مشاهدة بالتلسكوب، مرة هذه باش نشاهدوا السديم الجبار اللي هي نيبولوز دوريون، والقمر زادا كيف كيف اللي هو تو عمره تقريبا وقتها باش يكون عمره 16 يوم، دونك المشاهدة نتاعو حلوة زادا. باش نقول لك الدخول مجانا. الناس كل معي نجموا يشاركوا، أما المهم حجزوا، يقوموا بالحجز. كيفاش؟ على السيت انترنت ولا اي فوالا على الويب نتاع الموقع الويب نتاع مدينه العلوم اللي هي www.cst.rnu.an. نعاود www.cst.rnu.an. من المفروض هما يلزمهم يحجزوا باش ما يقعش معناتها نقطة تنظيمية. أكيد أكيد. دونك الكل يلقاو بلايصهم موجودة وينجموا يشاهدوا بكل أريحية القمر والسجم الجبار. واضح. فيما يخص البرنامج نتاع نهار نذكروا به نهار السبت 14 ديسمبر 2019 ابارتير من 7 نتاع العشية دونك حتى 10 نتاع الليل، دونك هكا العباد تنجم تحضر هي وسياراتها. كما قلت انت نقطة تنظيمية يتم معناتها على بكري انه يحجزوا المقاعد نتاعهم. حاجة حلوة انهم يسمعوا كما قلت انت القصص الخرافية، يشوفوا النجوم، يتعرفوا على الكواكب. حاجة مهمة برشا. تخبية يظن لي النشاط مش باش يقف على نهار السبت. اي كيما عاودت زوارها مدينه العلوم حضرت برنامج حلو برشا للعطله باش يكون فيه العديد من الورشات العلميه كيما العاده متنوعه في كل مجالات العلميه. باش يكون ورشات في علم الحياه والارض، فما ورشات زاده في علم الفلك على الظواهر الفلكيه، فما ورشات في الفيزياء. هذوما كلش يكونوا في فضاءات مدينه العلوم كما تعودوا. والأهم ولأول مرة اللي هي تحتفل مدينة العلوم بأيام الطيران، باش يكون يومي 18 و19 ديسمبر أول مرة باش تصير. فهمني الكونسيبت نتاعها شنو؟ أي شهر ديسمبر هو شهر الطيران. علاش؟ خاطر 7 ديسمبر باش يكون هو اليوم العالمي للطيران، الناس الكل تحتفل بيوم الطيران 7 ديسمبر. وأكثر من هكاك نعطيك حاجة، 18 ديسمبر علاش احنا اخترنا 18 ديسمبر؟ خاطر هو تاريخ أول رحلة صارت ما بين القارتين، معناتها وانطلقت من تونس بالضبط من قصر السعيد باتجاه روما، وكان هذاك يوم 18 ديسمبر 1912. تخي بيان. دونك هذاك علاش باش تحتفل مدينة العلوم. فما رمزية في التاريخ دونك. فما رمزية في التاريخ ديجا. بيان سور، اي 18 و19 ديسمبر. دونك باش تكون فما محاضرات على مهنة الطيار، باش تكون محاضرات على كيفية تنظيم الطرقات في السماء. وفي كيف زاد باش يكون فما شهادات من اهل الاختصاص، باش يكون تدعى لنا معرض تفاعلي على بعض القطاع للطائره. فما باش يكون تدعى حاجه حلوه برشا، هو المنطاد، باش نجيبوا منطاد ينجموا صغيره يتفرجوا فيه ويراووه ويتصوروا بحذاه.
دونك هذوما الكل فما مسابقات للمدارس المهندسين في صنع وتحليق الطائرات، دونك برنامج ثري وحلو برشا أنا طاغتي معناتها مرحبا بيكم يجيو تو ما تنبوش، فما برشا ورشات للصغيرات سورتو يتعرفوا كيفاش يصير الطيران وكيفاش يقوموا بسياقة الطائرة. أكيد كما فما كياسات على الأرض راهو فما كياسات الفوق، دونك لهنا فما باش حتى الصغيرات والولياء معناتها يحضروا منهم ياخذوا المعلومة منهم زاد يتفرهدوا في في العطلة هذه حاجة المهمة، دونك الجمع ما بين المعلومة والتفرهيد. دونك على يمات العطلة دونك هذوما أبارتين من السهرة الفلكية ومن بعد عندكم الأنشطة هذوما بطبيعة الناس اللي تحب تشارك على طول السلعة بطبيعة الناس اللي تحب تشارك في البرنامج بتاع مدينة العلوم. نذكروا زادة نجموا العبيد يعملوا ريزيرفاسيون نتاعهم على بكري بخصوص السهرة الفلكية. الفلكية وبلا نحب نقول رخيص معناتها تتحل من مدينة العلوم أبوابها من 10 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية على طول. واضح واضح، شكرا لك، بارك الله فيك، يعيشك الصحة انتما زادة، بارك الله فيك مدام سارة السنوسي. دونك نحكيو على برنامج مدينة العلوم، كان فاتتكم المعلومة تنجموا بتبيعة تعود تفرجوا في الفيديو تلقاوه تود سويت على الباج فيسبوك راديو ميت تونسي ولا باج برنامج برايم تايم باي راديو ميت. مازلنا مواصلين معاكم باش نحكيو مع جهاد الزهير متحصل على جائزة أحسن تصميم.